بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق غضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه: إنا أعطيناك الكوثر. والخال بخدك أم مسك نقدت به الورد الأحمر؟ أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر؟ عجبا من جمرته تذكو عجبا من جمرتي تذكو، فيحترق فلا يحترق منها العنبار. يا من قد آثر هجراني وعلي بلقيا استأثر، أقسمت عليك بما أولتك النظرة من حسن المنظر، وبوجهك إذ يحمر حياة وبوجه محبك إذ يصفر. ارحم أرقا لو لم يسهر بنعاس جفونك، ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر. سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي من نواب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ لم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر. يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا واسأل الأحزاب واسأل خيبر. من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر؟ قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود يقاس الذر؟ وهل بالطود يقاس الذر؟ أنا ساووك بمن ناووك، وهل ساووا نعلي قنبر؟ فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحك ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحك ما استيسر.